السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد مختار، معلم أول لغة إنجليزية. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهاردة إن شاء الله عندنا مراجعة ليلة الامتحان، لامتحان اللغة الإنجليزية الترم الأول لسنة تانية إعدادي. إحنا عارفين إن الترم ده إن شاء الله الوضع مختلف، امتحان مجمع، كل المواد الأساسية في ورقة واحدة، وكل الأسئلة اختيارات في جميع المواد. النهاردة إن شاء الله بنراجع على كلمات الترم الأول في صيغة سؤال الاختيارات اللي ممكن يجي لنا، إن شاء الله مش هيخرج عنه الامتحان بإذن الله. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة من A أو B أو C أو D. I go to the baker's with my mother. بذهب للمخبز مع أمي، وبعدين نقط. We always buy bread in the morning. دايما بنشتري الخبز في الصباح. يبقى فعلا daily، يوميا، يبقى بنذهب يوميا daily. My daily is the same every school day. My daily routine، يبقى روتيني اليومي هو نفسه في كل يوم دراسي. I go to school bus with my friend Dina. يبقى by bus، بالأتوبيس بروح المدرسة. My parents get late. أيوة، get home. طب ليه ما قلتش get to home؟ لأن home مش هيسبقها إلى أبدا، هقول get home، arrive home على طول، يبقى get home، ما ينفعش أقول get to home. طيب كمان بنقول لشباب come and sit on this، تعالى واجلس على هذه. four people can sit on it، أربع أشخاص ممكن يجلسوا عليه، يبقى صوفا اللي هي الكنبة أو الأريكة. My brothers always TV. عندنا always مضارع بسيط، كلمة المضارع البسيط، يبقى الفعل هنا هيضاف له اس او بدون الاس، ولكن هو ريحني خالص وجايب لي افعال مختلفة خالص، يبقى watch TV. I saw Ahmed's father on his to work this morning. شفت والد احمد، ايوة، on his way to work، في طريقه العمل هذا الصباح. طبعا هو متكررة way مرتين، زي خطأ كده في الكتابة، هي way فعلا، أي واحدة فيهم طبعا صح. I walk to school، أنا أمشي إلى المدرسة. My brothers، I walk to school، أيوة، with my brothers، يبقى أمشي إلى المدرسة مع إخوتي. My brother always me with my school work. يعني في الايه، العمل المدرسي بتاعي، يبقى helps me، بيساعدني، help me with، بيساعدني في عمل المدرسة اللي هو الواجب مثلا. She has an with the actress. يبقى she has an interview، يعني حوار أو مقابلة شخصية مع الممثلة actress. طيب can you take a of me and عادل؟ ممكن، أيوة، take a photo، بالضبط كده، تلتقط صورة لي والعادل. I always get at 6:30 in the morning. يبقى get up، أيوة، أستيقظ الساعة 6:30 في الصباح. My mom always my breakfast. الفطار، يبقى makes my breakfast. مع الفطار، الغداء، العشاء، بقول make. مع الكوكينج، الطبخ، بقول do. Do the cooking. My work at the hospital. My work at the hospital. أيوة، my parents. طب ليه ما قلتش مثلا my sister, my brother, my uncle؟ لأن شباب كلمة work هنا مضارع بسيط ومش مضاف له اسم، جاي مصدر، يبقى على طول لازم الفاعل كان جمع، الجمع وآي، يبقى الفعل بدون اس. لو كان مفرد sister أو brother أو uncle كان لازم أقول works، يعمل. In the evening، في المساء، I read، أنا أقرأ، the sofa، يبقى on the sofa، على الكنبة أو على الأريكة. My father starts work very early in the morning so he doesn't have with us. يبقى بابا بيبدأ العمل مبكرا جدا في الصباح، لذلك هو لا يتناول، يبقى البريكفاست فعلا الإفطار معانا. We do the same thing every day. بنعمل كل شيء أو نفس الشيء كل يوم. When we are on holiday، لما بنكون في أجازة. Because my family like to have a، لأن أسرتي بتحب يكون لها
أيوة، ليها روتين اللي هو نظام يومي أو نظام معتاد. Can you my mother for me because my phone isn't working، علشان التليفون بتاعي عطلان مش شغال، يبقى text my mother for me. At the children live in the city، بيعيشوا في المدينة، يبقى at the beginning في البداية الأطفال بيعيشوا في المدينة. طيب كمان عندنا her family were so they couldn't buy her new clothes، يبقى أسرتها كانت إيه؟ كانت شباب so poor، كانت فقيرة جدا، لم يستطيعوا إن هم يشتروا ملابس جديدة. I like to read a story with a happy، أنا عايز أقرأ، أحب أقرأ قصة بنهاية سعيدة، طبعا يبقى a happy ending، يبقى بنهاية سعيدة. They move a small simple house، يبقى they move to، انتقلوا إلى منزل بسيط صغير. Near their new home there is a railway line، كان في خط سكة حديد جنب بيتهم الجديد. The word means beautiful، كلمة كذا بتعني جميل، يبقى attractive جذاب، جذاب يعني beautiful. The children were very happy when they their father again، ها يبقى الأطفال كانوا سعداء جدا عندما، أيوة عندما إيه، they saw، شافوا والدهم مرة أخرى. طيب their first home is big، a garden، ها يبقى إيه is big with a garden، يعني إيه بإيه بحديقة، يبقى البيت كان كبير وفي حديقة كمان، يبقى with a garden. He was sent to، أرسل إلى، as he did something wrong، عشان عمل حاجة خطأ، يبقى إيه prison، أرسل إلى السجن. One of their new friends is a old man، أيوة is a kind old man، رجل عجوز طيب. I live with my parents in London، بعيش مع والدي في لندن. The police took him، الشرطة أو الشرطة أخدته from home، ها يبقى took إيه، took away، took away اللي هي take away، يعني أخذته أبعدته من البيت. The farmer doesn't need to، الفلاح لا يحتاج أن، his goats الماعز بتوعه، in the summer في الصيف، as they can find their own food in the mountains، علشان بيقدروا ان هم طبعا ان هم يجدوا طعمهم الخاص في الجبال، يبقى طبعا مش محتاج ان هو feed his goats. My uncle has a، عمي in a garden and he uses it to water his plants، بيستخدمها علشان يسقي النباتات، يبقى عنده تاب حنفية أو صنبور. On a day Reem gets up goes to school and then helps her mother، يبقى on a typical day اللي هو في اليوم النموذجي، اليوم المعتاد. My bedroom is green، my bedroom is green، يبقى my bedroom ايه، my bedroom carpet، سجادة أوضة النوم بتاعتي is green، يعني خضراء. طيب حسن forgot to bring any food for the picnic but he can our food، but he can our food، يبقى حسن نسي طبعا انه يحضر الطعام بتاعه في النزهة، ولكن يستطيع ان هو ايه، ايوه share our food، يعني يشارك طعام. I live in a city، بعيش في مدينة، but my grandparents live in a small in the country، بيعيشوا في ايه في الريف، ايوه in a small village، يعني في قرية صغيرة في الريف. Thanks for، شكرا على my pen friend، thanks for being my pen friend، بعد for الفعل ing من حروف الجر طبعا، thanks for being my pen friend، صديقي بالمراسلة. We sometimes sports or play music، مع السبورت دايما يا شباب بقول
do sports أو play sports طبعا. طب أنا عندي هنا we، خلي بالك، يبقى هستخدم do. لو كان عندي اسم مفرد he أو she أو it ممكن كنت قلت does طبعا. Tell me your typical daily routine in Germany. ها. Tell me about، أخبرني عن، تمام، روتينك اليومي المعتاد أو النموذجي في ألمانيا. بعدها بيقول لي نقطه بعدين Saturdays I usually get up early. أيام السبت. يبقى إيه؟ On Saturdays. Does she play computer games with؟ ها؟ يبقى who. Who does she play computer games with؟ مع مين بتلعب ألعاب الكمبيوتر؟ His name is John and he's England. اسمه جون وهو إيه؟ أيوة he is from England، يعني هو من إنجلترا. We have a breakfast after the third lesson at school. يبقى عنده breakfast break. Breakfast break يعني إيه؟ يعني وقت فسحة كده للإفطار بعد الحصة الثالثة. He gets up at 7:30. يبقى at half إيه؟ past 7 يعني الساعة 7:30. I help my grandmother her shopping. I help my grandmother her shopping with her shopping. Help with، بساعدها في التسوق. Our school at 3 o'clock. الساعة 3. يبقى ايه؟ يبقى finish، بتنتهي الساعة 3. Can you your city to me؟ ممكن describe، تصف مدينتك لي. Describe. He spends hours in front of the looking at himself. يبقى بيقضي ساعات أمام إيه؟ بينظر إلى نفسه. الميرور، تمام، المرآة. I have a in my room where I can wash my face before I go to bed. يبقى في إيه؟ في حجرتي بستطيع أن أنا أغسل وجهي قبل أن أذهب للفراش. أيوة، بيسن اللي هو الحوض، في حوض في الحجرة بتاعتي. My favorite are math and English. يبقى my favorite subjects، المواد المفضلة عندي، الرياضيات واللغة الإنجليزية. كمان بيقول Dan makes his breakfast. Dan makes his breakfast. أيوة، his own breakfast، يعني إفطاره الخاص. The doctor is looking after at the hospital. بيعتني بمين في المستشفى؟ patients، يعني المرضى. There are other patients in the، يوجد مرضى آخرين فين؟ in the، أيوة، ward اللي هي قسم أو الجناح. My uncle is a street food. He parks his food stall here. يبقى street food ايه؟ seller، بائع طعام في الشارع. Mothers look their babies. Look after، الأمهات بتعتني بأطفالها. My friends are around the city. أصدقائي، أيوة، are driving around the city، يعني بيتجولوا بالسيارة حول المدينة. Police officers make sure that people are in the streets. رجال الشرطة بيتأكدوا أن الناس safe، آمنين في الشوارع. عادل is feeling a bit. عادل يشعر a bit ايه؟ a bit bored، خلي بالكو، يعني يشعر بقليل من الزهق، زهقان شوية، مش boring، ممل، خلي بالكو. عادل is feeling a bit bored. I feel I want to eat. عايز اكل، يبقى I feel hungry، اشعر بالجوع. خلي بالكو ان بعد الفعل فيل يا شباب بتيجي صفة، I feel tired، I feel hungry، I feel thirsty، I feel bored. More than 3 million visit Britain every year for pleasure. أكتر من 3 ملايين إيه؟ تورست، سياح، بيزوروا بريطانيا كل سنة للمتعة، للاستمتاع، pleasure. Don't hear، there is a no parking sign. يبقى don't park here، لا تركن هنا، يوجد علامة إيه؟ ممنوع الركن. خلي بالكو بارك البي فور بن، لأن بارك البي فور بوك يا شباب معناها
ينبح للكلب، يهوهو يعني. At the weekend زياد likes to have a، في عطلة نهاية الأسبوع زياد بيحب إيه؟ have إيه يا شباب؟ have a rest، يعني ياخد راحة كده يستريح. The mechanic can cars، بيعمل إيه في السيارات؟ repair cars، الميكانيك الميكانيكي بيصلح السيارات. طبعا repair يصلح، mend يصلح، fix يصلح، التلاتة بمعنى يصلح. I am sail، I am، أيوة I am learning to sail، أنا أتعلم أن أبحر. طبعا I am، am الفعل ing وto والمصدر. My father went out and told me to home، ها to stay home، بابا خرج وأخبرني أن أبقى بالبيت، stay home. My grandparents' house، منزل أجدادي، is than our house، يبقى عندي than، يبقى is bigger than، أكبر من منزلنا. Sammy is learning language at school، أيوة اسمها إيه؟ sign language، لغة الإشارة. Who does Tamer want to communicate with، يتصل بي، communicate with، communicate with يا شباب دايما حرف الجر with مع communicate. The Egyptian handball team won the under 19 World Cup finals in 2019. يبقى أدام قال لي تحت 19 سنة يبقى ده الفريق الجونيور شباب اللي هو فريق الناشئين. A is an event، حدث، when people try to get a prize، الناس بتحاول تحصل على جائزة، by being the best at something، يبقى على طول دوت الايه competition اللي هي المسابقة أو المنافسة، مسابقة أو منافسة. A is a girl or woman، بيقول لي هي بنت أو سيدة أو امرأة، يبقى female الأنثى، طبعا male الذكر. The Egyptian handball team won an important in 2020، 2020 important competition، فاز بمسابقة مهمة. Is a sport with 7 players in a team، رياضة بسبع لاعبين في فريق، يبقى الهاندبول كرة اليد هي الوحيدة اللي رياضة ايه؟ رياضة جماعية في الرياضات اللي موجودة، تنس، بوكسينج، سنوركلينج، تمام؟ اللي هي التنس طبعا والبوكسينج الملاكمة، سنوركلينج الغطس. To mean to be the first in a game or competition، تمام؟ يبقى ايه؟ To ايه؟ To win، انك تفوز معناها انك تكون الاول في لعبة او في مسابقة. The Egyptian handball team didn't win the final in 2018. في 2018 لم يفوز بالنهائي. يبقى ايه يا شباب؟ The ايه؟ ايوه the senior Egyptian handball team اللي هو الفريق الكبير، فريق الكبار بقى. عندنا junior الناشئين وsenior الخبرة أو الكبار. Teams from Africa never won the handball World Cup final، فعلا ما فازوش ابدا، يعني بيقول ان الفرق من افريقيا عمرها ابدا ما فازت بكأس العالم للهاندبول لكرة اليد، نهائي كأس العالم للهاندبول يعني. The heart blood around the body، القلب بيعمل في الدم ايه حوالين الجسم؟ ايوه pumps، يضخ الدم، pumps blood. That is the area outside a city، منطقة خارج مدينة. Where there are farms and lots of nature، فيها كثير من المزارع وكثير من الطبيعة. ها فيها ايه يبقى يا شباب؟ ايوه الكانتري سايد اللي هي الريف. A أو an helps people who are poor، بيساعد الناس الفقيرة، sick المريضة، or don't have a home أو ما عندهمش بيت، يبقى charity very good، الجمعية الخيرية هم دول اللي بيساعدوا الناس. طيب that tells the parts of our body what to do، بيخبر أجزاء جسمنا يعملوا ايه، يبقى على طول البرين المخ يا شباب هو العضو المسؤول عن تحريك كل حاجة في الجسم عندهم. A natural is a terrible event such as an earthquake، يبقى الناتشرال ايه؟ disaster، تمام، اللي هي الكارثة الطبيعية، حدث فظيع مثل الزلزال طبعا زي الايرثكويك، فولكانو، ستورم، تمام، دي كلها كوارث طبيعية. عندنا الفلود، الدراوت، الفيضان والجفاف. طيب to be pleased because you have something very good،
يبقى proud، فخور انك تكون مسرور من لانك ايه عملت حاجه او بتعمل حاجه كويسه قوي. street help to keep our cities clean، يبقى street cleaners يعني منظفي الشوارع، طبعا هم اللي بيخلوا الشوارع بتاعتنا او المدن بتاعتنا نظيفه. I think rubbish can be heroes، الرابش ايه؟ رابش كوليكتورز، جامعي القمامة، يمكن ان يكونوا ايه؟ ابطال. طبعا هم ابطال فعلا، لان احنا القمامة احنا اللي بنرميها، هم اللي يعني بييجوا يتخلصوا ايه؟ نتخلص منها ان احنا نعطها لهم وهم يتصرفوا فيها. Last year I visited Karnak with my family. We saw the temples. زرنا الكرنك مع اسرتي، شفنا التمبلز، المعابد ايه يا شباب؟ Ancient temples، اللي هي المعابد القديمة أو الأثرية. Can you tell me the of the ticket please؟ ممكن تقول لي التذكرة من فضلك، يبقى the price، سعر التذكرة من فضلك. An ancient Egyptians made with clay from the Nile River، بيعملوا ايه المصريين القدماء؟ صنعوا حاجة من الصلصال من نهر النيل، يبقى عملوا البوتس، الأواني. The ancient Egyptians used to help them paint around their eyes، استخدموا ايه علشان يساعدهم يلونوا او يدهنوا حول اعينهم. فعلا الميررز اللي هي المرايا. A has four corners، له اربع زوايا. مين؟ square، المربع له اربع زوايا. Tourists often travel by car، السياح بيسافروا بالسيارة. This makes more، ده بيصنع ايه؟ المزيد من ايه؟ pollution، التلوث. It's important to protect all parts of the، من المهم ان نحمي كل اجزاء the environment، البيئة. هالة is a person and there are often things on her bed، ودايما في حاجات على سريرها، يبقى هالة دي ايه؟ ايوه messy، فوضوية. We could use the water from washing two plants، عشان نعمل ايه؟ المية اللي من الغسيل كده نستخدمها، ممكن نستخدمها علشان نعمل ايه في النباتات؟ ايوه water plants، نروي النباتات او نسقي النباتات. Roberta's family home has a garden full of flowers and trees، يبقى has a large يعني جاردن، اللي هي حديقة ضخمة كبيرة، تمام، مليئة بالزهور والأشجار. The opposite of attractive is، عكس attractive شباب ايه؟ مضادها، أيوة جذاب، عكسها ايه؟ ugly يعني قبيح. A gives you light، يعطينا الضوء. lamp اللي هي اللمبة أو المصباح، خلي بالكوا إن لام البي هنا silent، معناها ايه؟ الحمل او الخروف الصغير، اما دي لامب. او ان از ا بيج كابورد وير يو كان بوت يور كلوز، يعني دولاب كبير تقدر انك تحط فيه ملابسك، يبقى الويردروب اللي هو دولاب الملابس. هاو اوفن دو يو، وبعدين نقط دينر، يبقى هاو اوفن دو يو ميك دينر، دايما قلنا مع الوجبات يبقى ميك دايما. يو كان كاتش ا بلين فروم، تقدر تلحق بالطائرة منين؟ أيوه من الايربورت، المطار. خلي بالكوا إن بورت يعني ميناء خاص بالسفن والمراكب، أما ايربورت المطار. When you invite a person to your house، لما بتعزم شخص على منزلك، he أو she is your، بيبقى إيه بقى؟ أيوه your guest، ضيفك. When you go on holiday، لما بتروح أجازة، you can put your clothes، بتحط ملابسك، in a suitcase، في حقيبة السفر. When two people get married، لما شخصين بيتزوجوا، they have a، بيعملوا ايه؟ ها؟ wedding، حفل زفاف، وما تتلخبطش بينها وما بين wedding. wedding double e معناها إزالة العشب الدار، أما wedding يعني حفل الزفاف. The skin of zebra is، الجلد بتاع الحمار الوحشي يكون stripped، مخطط. طيب if you are tired، لو انت تعبان، why don't you rest، مع الراحة اقول have a rest.
In a school في المدرسة students play games in a بيلعبوا المباريات أو الألعاب فين؟ في الـ playground الملعب. A is an area of very dry land منطقة لأرض جافة desert خلي بالكو اللي هي الصحراء ما تتلخبطش بينها وما بين desert. desert يا شباب الاس لوحدها اهي تحس ان هي ايه وحيدة في الصحراء يبقى دي صحراء desert. اما desert عندنا في دبل اس اهو وحواليها اي واي يبقى دي الحلوى او التحليه اللي احنا بناكلها بعد ما ايه بعد الاكل كده او بعد الوجبات. A is a boy or girl aged 13 to 19 ولد او بنت يبلغ من العمر من 13 ل 19 سنه يبقى تينيجر اللي هو المراهق. A or an does experiments to study and find out about how things work يعني بيعمل تجارب وبيدرس ويكتشف عن الأشياء كيف تعمل يبقى إيه يا شباب؟ يبقى الساينتست العالم العالم اللي هو الساينتست هو اللي بيعمل تجارب. A knows how to look inside the body to help people who are ill بيبص لداخل جسم الإنسان أو جاء داخل الجسم علشان يساعد الناس المرضى يبقى مين؟ فعلا سيرجن الجراح هو الشخص دوت. The meat into small pieces اللحمة إلى قطع صغيرة before you cook it قبل أن تطبخها يبقى cut the meat قطع اللحمة لقطع صغيرة. Mona's mother is مامة منى تكون at the hospital في المستشفى. They don't pay her for her work مش بيدفعوا لها على شغلها يبقى إيه volunteer very good اللي هي متطوعة متطوع volunteer ما بيخدش he has no money ما بيخدش فلوس تمام. طيب they don't pay her for her work مش بيدفعوا لها على شغلها. dirty water from a river المية القذرة اللي موجودة في النهر can you if you drink it يمكن ان هي تعمل فيك ايه لو انت شربتها ايوة infect you تعديك يعدي يعني infect وinfection العدوى. you can only open this door in يمكن انك تفتح الباب دوت فقط في such as a fire ايوه في الايه يا شباب ايوه يا شباب خلي بالكو في الامرجنسي في الطوارئ مثل الحريق لو في لا قدر الله حريق يبقى بنفتح الباب دوت علشان نساعد ان ناس تنزل منه. my grandmother was born in 1955 and my not grandmother was born in 1930 يبقى جدتي اتولدت 1955 وايوه الجريت جراند ماذر يعني جدتي الكبرى اللي هي الكبيره بقى خالص ولدت في 1930. I don't think I the answers to this question يبقى ايه I don't think I know the answer to this question انا لا اعتقد اني اعرف اجابه هذا السؤال. طيب وردة is good at math وردة جيدة في الرياضيات and she is good at English too وهي كمان جيدة في الإنجليزي أيضا. You can watch a sports match تشاهد مباراة رياضية at a stadium في الاستاد. Is an entrance to another place مدخل لمكان آخر يبقى يا شباب arch تمام القوس أو القنطرة تمام arch. A أو an has very strong walls لها حوائط قوية جدران قوية يبقى castle القلعة castle. We pray at a نصلي فيه أيوه mosque المسجد. A is not a complete building ليس مبنى مكتمل يبقى الرون أطلال أو البقايا عارفين كده البيوت المتهدمة اللي من زمان دير. You might see a in a museum بنشوف ايه في المتحف ايوه statue اللي هو تمثال. There are more than 2000 in the museum في اكتر من 2000 objects قطع اثرية في المتحف. The chemical helps to keep mosquitoes يبقى to keep ايه يا شباب to keep away mosquitoes يعني يبعد الـ هذه المادة الكيميائية تساعد في إبعاد
الناموس موسكيتوز. تمام، خلي بالكم ان احنا عندنا بوت اواي يضع في مكانه المعتاد، كيب اواي يعني يبعد، كمان عندنا جيف اواي اللي هو يتبرع، اللي هي بتساوي كلمه دونيت. ار بيسز اوف ماني ميد اوف ميتال، يعني قطعه من الفلوس مصنوعه من المعدن، يبقى ايه؟ كوينز اللي هي العملات. The black and white around this window are beautiful. يبقى black and white ايه؟ designs، يعني التصميمات البيضاء والسوداء حول هذا الشباك جميلة. A is a model of a person، نموذج لشخص، يبقى figure شكل بشري، figure. Don't play football here or you might that car، وإلا لا تلعب كرة القدم هنا وإلا ربما ها damage that car، يعني تدمر هذه او تلك السيارة. I love going to places such as museums and ancient ruins، انا بحب الذهاب الى الاماكن الايه مثل المتاحف والاثار القديمة، يبقى going to historic places، places اللي هي الاماكن التاريخية. Ali's work او Ali's uncle works for a big oil in the United Arab Emirates، يبقى oil company، يبقى بيعمل لصالح شركة بترول في الإمارات العربية المتحدة. It will rain tomorrow، تمطر غدا. But I am not sure، لكن أنا مش متأكد. يبقى إيه يا شباب؟ maybe، ربما. It will rain tomorrow، تمطر غدا. I help to look my sister، my little sister، when my parents are busy، يبقى I help to look after، أساعد في الاعتناء بأختي الصغيرة لما والدي يكونوا مشغولين. The bin is full، السلة مليانة. Please can you take the rubbish، يبقى take يا شباب take out the rubbish، يعني تخرج القمامة، take out. كريم is a happy person and always has a on his face، شخص سعيد ودايما على وجهه ايه؟ سمايل، ابتسامة. هالة is very، هالة تكون، and leaves her toys all over the floor، وبتسيب لعبها في كل على كل الأرضية، يبقى a messy is very messy، يعني فوضوية جدا. My clothes were clean and dry، ملابسي نظيفة وجافة، so I put them all away، لذلك وضعتهم كلهم في مكانهم المعتاد، put away. They gave the footballer a test to check his health، أعطوا اللاعب كرة القدم إيه اختبار إيه علشان يفحصوا صحته، اسمه random test، test اللي هو اختبار عشوائي بيتعمل كده للعيبة علشان يشوفوا صحتهم قبل الإيه قبل لعب المنافسات والمباريات. We all remember my grandfather's، he always helped us when we were children، كلنا فاكرين ايه عايز يقول طيبة جدنا، عطفوا علينا لما كان بيساعدنا واحنا اطفال، يبقى kindness، kindness الطيبة او العطف. This book is، هذا الكتاب يكون، you should read it، ينبغي ان تقرأه، يبقى fantastic، اكيد الكتاب ده رائع. امل finds it very easy to، تجد ان سهل جدا ان friends، اصدقاء، يبقى make friends because she is so friendly، لأنها ودودة جدا، يبقى بتكون صداقات بسهولة، make friends. Adam knew everyone in the village، عارف كل حد في القرية، so he was surprised، لذلك كان مندهش، when a walked into his shop، عندما أيوة a stranger، غريب دخل عليه المحل. A is a small area and the people who live in it، ها يبقى community، المجتمع هو منطقة صغيرة والناس بتعيش فيها، بقى community اللي هو المجتمع، خلي بالكم ان community معناها مجتمع او جماعة، في عندنا مجتمع بمعنى society برضو. To is to give something useful to a person or a charity that needs help، انك تعطي شيء مفيد لشخص او جمعية محتاجة المساعدة، يبقى donate اللي هي شباب ايه donate يعني يتبرع. If someone is
to you لما شخص بيكون معاك ايه؟ they are terrible to you، بيكونوا فظيعين معاك، يبقى ايه؟ cruel يعني قاسي، لما شخص يكون قاسي معاك. the road الفرج access bridge اللي هو محور او كوبري محور رود الفرج is the bridge in the world. طبعا هو دخل موسوعة جينيس عشان ايه يا شباب؟ is the widest bridge in the world، اعرض كوبري في العالم. please take your home، don't leave it in the park، من فضلك خد ايه معاك في البيت، معاك البيت ما تسيبهاش في الحديقة، يبقى خد ايه؟ الرابش طبعا، القمامة بتاعتك لو ما فيش سلة طبعا بناخد ايه الحاجة بتاعتنا معانا، ما نرميهاش في المكان يعني. it was raining for days then there was a، كان بتمطر لأيام وبعدين كان في ايه؟ اه مطر الأيام، يبقى هيحصل بعد المطر الكتير لأيام ايه؟ so people used boats to leave their houses، لذلك الناس استخدمت قوارب علشان تغادر منازلهم، يبقى كان فيها شباب flood يعني فيضان. there was no rain، طب ما كانش فيه مطر for 4 months لمدة 4 شهور this winter هذا الشتاء so now there is a، لذلك دلوقتي في ايه؟ drought يعني جفاف. not many fish live in the river because it's very، ما في مش كثير من السمك بيعيش في النهر لانه very ايه؟ very polluted يعني ملوث جدا. bikes are a from form of transport because they use no fuel، البايكس يا شباب بنسميها green form of transport يعني شكل نظيف من وسائل المواصلات اللي هي الدراجات طبعا لانها ما بتستخدمش وقود، فيول وقود. The hotel is now working with a charity that helps the coral reefs. أيوة، يبقى الفندق بيعمل الآن مع جمعية اللي بتساعد الإيه؟ الشعب المرجانية coral reefs. The east أو the east hotel is very new. الفندق الشرقي جديد جدا. Only energy الطاقة الإيه؟ from the sun and wind is used at the hotel. من الشمس والرياح بتستخدم في الفندق، يبقى اسمها green energy الطاقة النظيفة اللي هي ما بتسببش تلوث يعني شباب. At the moment في هذه اللحظة a lot of our rubbish is burnt and this can lead to change. يعني الكثير من القمامة بتحرق وده بيؤدي إلى lead to climate change اللي هو تغير المناخ. Global Recycling Day is an important in March. يعني يوم إعادة التدوير العالمي هو يوم مهم طبعا، ها، أو حدث مهم في مارس، يبقى event حدث. A أو an speaks to people on the phone، بيكلموا الناس على التليفون. he أو she helps them with their problems، بيساعدوهم في مشاكلهم، يبقى اسمه يا شباب call center worker اللي هو عامل مركز الاتصال. please sure that you write your emails carefully، يبقى ايه معشور يا شباب؟ يبقى please make sure يعني تأكد انك بتكتب البريد الالكتروني بتاعك بعناية. you can give money to a to help poor people، بنعطي الفلوس على اليمين علشان يساعدوا الناس الفقيرة طبعا، charity الجمعية الخيرية. I started preparatory school a year ago، تمام، أنا بدأت المدرسة الإعدادية منذ عام، a year ago طبعا ماضي بسيط، أو كلمة ago طبعا يعني منذ عام. they take in air and help us to breathe، طبعا بتاخد الهواء وبتساعدنا نتنفس، يبقى ايه؟ اللانجز، الرئتين او الرئات. we have a in the bathroom، عندنا ايه في الحمام؟ mirror، مرآة. a او an is something serious or dangerous، حاجة جادة او خطيرة. that you need to do something about، لازم تعمل باتجاهها او محتاج تعمل باتجاهها شيء معين، يبقى الامرجنسي، الحالة الطارئة. هالة has to put her toys، أيوة، put away، تضع اللعب بتاعتها في مكانها المعتاد.
نادر and his brother have to ready for school. يبقى get ready. get ready يعني يجهز للمدرسة. get ready. What acts of kindness should you do next week? يبقى اسمه random acts of kindness اللي هي أفعال اللطف العشوائية أو الخير العشوائية أو التلقائية. سمير helps to clean peaches and rubbish. ها and يا شباب أيوة and picks up rubbish. يبقى محتاج ينظف أو يساعد لتنظيف الشواطئ والتقاط القمامة. People donate money to the charity and they help to the animals. أيوة بيساعدوا في feed the animals يعني إطعام الحيوانات. We should clean the river because it's very ينبغي إن احنا ننظف النهر لأنه very polluted يعني ملوث جدا. The Egyptians opened the Suez in 1869. المصريين فتحوا قناة السويس، عايزوا قناة السويس طبعا سنة 1869، يبقى السويس كانال قناة السويس. Is very important to Egypt، مهمة جدا لمصر، يبقى tourism السياحة. Tourists bought wonderful from the market to remember their visit. اشتروا ايه حاجات رائعة كده من السوق علشان يتذكروا الزيارة بتاعتهم، يبقى souvenirs اللي هي الهدايا التذكارية عشان يفتكروا المكان اللي زاروه. We need more rain or there might be a محتاجين المزيد من المطر وإلا ربما أو محتمل يوجد أو يكون في إيه أيوة drought جفاف. Which of these towns is أي من هذه المدن يكون on the northwest coast of Egypt في الساحل الشمالي الغربي لمصر. أيوة يبقى is إيه is located يعني تقع أي من هذه المدن تقع على الساحل الشمالي الغربي لمصر. Reefs not reefs are something damaged by boats يعني أحيانا بتدمر بواسطة القوارب، يبقى اسمها coral reefs اللي هي الشعب المرجانية. This family don't have much money and now they are الأسرة دي ما عندهاش فلوس وهم دلوقتي أيوة they are poor. Your father can the car on this road it's very quiet يبقى can park the car يركن السيارة في الطريق دوت لأنه هادي جدا. It's usually easy to من عادة سهل أن with people in other countries if you speak English طبعا communicate with تتواصل مع الناس في الدول الأخرى لو أنت بتتحدث اللغة الإنجليزية. ثم يا شباب بنقول my little brother is very أخويا الصغير he always wants to stay at home and watch TV محتاج أو يريد أنه يبقى بالبيت ويشاهد التلفزيون، يبقى very يا شباب أيوة very lazy كسول جدا. The nurse works on the الممرضة بتعمل the for children فين بقى في الword for children يعني في قسم خاص بالأطفال قسم أو جناح طبعا. This is a photo of my parents wedding تمام صورة لحفل زفاف والدي. A teaches people how to play or improve in a sport طبعا بيعلم الناس كيف أن يلعبوا أو يحسنوا رياضة طبعا ده اسمه sports coach اللي هو المدرب الرياضي sports coach. آدم fell off his bike وقع من على العجلة and had a big on his arm a big cut عنده جرح كبير في ذراعه. A is a pot used for holding flowers بيستخدم يعني إناء بيستخدم لوضع الزهور يبقى طبعا فاز المزهرية أو الزهرية بنحط فيها الزهور. A is a person who can show you around a place شخص يمكن أنه يوريك مكان أو يعني يلف معك في مكان كده طبعا الجايد جايد اللي هو المرشد. A is what you can see from the top of something يعني اللي بتقدر تشوفه من على قمة شيء يبقى view منظر view. When there is too much smoke from factories it causes air
بوليوشن، تمام، لما بيكون في دخان اكثر من اللازم من المصانع بيسبب اير بوليوشن اللي هو تلوث الهواء. When there is not enough rain، مفيش مطر كافي، there is often بيكون في يا شباب ايوه drought اللي هو جفاف. When there is too much rain، طب في مطر بقى اكثر من اللازم، there is often a flood، بيكون في فيضان. When the planet gets warmer، لما الكوكب بيصبح اكثر سخونة او بيبقى اكثر دفئا يعني، it's called اسمه ايه يا شباب climate change، طبعا التغير المناخي. A kind old man helps Roberta's father to leave and the family are happy to be together again، يبقى ساعدهم ان والد روبرتاز يغادر، ليه يغادر طبعا prison السجن. When ice warms it، لما التلج بيدفى بيبقى ايه يا شباب it ايه it melts يعني يذوب it melts. A helps people or animals that need help، بيساعد الناس او الحيوانات المحتاجة مساعدة، يبقى يا شباب charity worker عامل الجمعية الخيرية. When you are older لما تكون اكبر سنا، do you want to live in the city or the، هل تريد ان تعيش في المدينة ولا في ايوه the countryside الريف. Lena's cousin is in hospital with an eye infection، طبعا ابن عم لينا في المستشفى عنده عدوى في العين، infection eye infection. Those balls are made of، السلطانيات ديت مصنوعة من ايوه clay الصلصال، طين الصلصال. Bees and ants are important، النحل والنمل important ها insects حشرات مهمة. A is something people wear to cover or protect their face، الناس بتلبسها علشان تغطي او تحمي وجهها، يبقى بيلبسوا ايه ماسك القناع. A is the daughter of a king or queen، ابنة الملك او الملكة، يبقى princess الاميرة. What's the same of a charity which you would like to money to؟ يعني what is the name، what is the name of a charity which you would like to donate money to؟ يعني اسم الجمعية اللي انت عايز تتبرع ليها بالمال. takes you to the top of a building، بتأخذك إلى قمة مبنى. Without using the stairs، بدون استخدام السلالم، يبقى lift المصعد أو الأسانسير. أشكركم شكرا جزيلا أعزائي الطلاب، ده كان آخر سؤال عندنا على كلمات الترم الأول. إن شاء الله الفيديو الثاني الجاي إن شاء الله هيكون على قواعد الترم الأول، برضو أسئلة اختيارات اختيار من متعدد بإذن الله. إن شاء الله وإحنا بنحل نستخدم قلم رصاص الأول، وبعدين نتأكد نكتب عليه بالجاف أو نحبر عليه زي ما بيقولوا يعني. نحل السؤال السهل الأول، طبعا زي ما قلنا الورقة مجمعة وفيها كل الإيه كل الأسئلة. أشكركم شكرا جزيلا، أسألكم الدعاء لأبي وأمي بالرحمة والمغفرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.